بسم الله الرحمن الرحيم. درعا مهد الثورة السورية 18 آذار، قرية غصم المنكوبة، هجوم عصابات الأمن والشبيحة، العصابات المجوسية على هذه القرية، وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وحرق المنازل وحرق الممتلكات. هذا تكريم خاص لفيصل المخداد على أداء واجبه تجاه أبناء بلده بحرق بيوت ومنازل وأهله وأبناء بلده في قرية غصم. انظر يا فيصل المخداد ماذا يفعل في بلدك، في مسقط رأسك. انظر ماذا يفعل في أهلك وأبناء عشيرتك في غصم، في حوران. أربعة عشر 2012، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكم الله يا أهلنا في غصم وفي جميع أنحاء سوريا الحبيبة، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.